بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المتواصل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أخواتنا المشاهدين الكرام في برنامجكم ميكروفون مصر وصل صوتك. بإمكان كل الإخوة المصريين المشاركة في البرنامج ده من خلال خدمة الفايبر والإيمو والواتس أب، وكمان بإمكانهم الاتصال مباشرة في هذا البرنامج. في البداية نحن سنستقبل في الأيام المقبلة مناسبة عظيمة، مناسبة حزينة، مناسبة أليمة، ألا وهي مناسبة يوم استشهاد الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وآله. الزهراء عليه السلام، ومن هي؟ التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله إنها أم أبيها. الزهراء التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وآله حبا جما، وكانت أحب النساء إليه، كما كان بعلها علي بن أبي طالب أحب الرجال إليه. وامتدحهم رسول الله صلى الله عليه وآله كيفما امتدحهم، وموجودة في بطون الكتب. على سبيل المثال شوف المصدر ده، في المصدر ده الذي سوف نراه هو المستدرك على الصحيحين، الجزء الثالث، الجزء الثالث دار الحرمين للطباعة والنشر. ماذا يقول في هذه الرواية؟ يقول، شوفوا يا اخواننا، اول شيء نشوف رقم الصفحه، رقم الصفحه الجزء الثالث 176 زي ما هي واضحه الصوره قدامكم، ورقم الروايه هي 4782، رقم الروايه 4782 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الرواية ده هو حسب ما يقول الحاكم، يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. الرواية صحيحة على شرط الشيخين، يعني أبو بكر وعمر، ولم يخرجاه. يعني عن عامر بن سعد عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم، فقال اللهم هؤلاء أهلي، هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. امتدحهم رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا في نفس الكتاب، وقال بشأن فاطمة عليها السلام في المستدرك على الصحيحين نفس المصدر الجزء الثالث، زي ما تشوفوا رقم الصفحة 157، رقم الرواية كنترول لو سمحت 4777، عن أم سلمة، عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف. أهل بيت النبوة أمان يا أخوانا، عشان كده احنا التزمنا بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله. أمان لأمتي من الاختلاف. كنترول لو تشيل المنشط جزاك الله خيرا، لا المنشط بس يعني تخليه عشان وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتهم قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس. أي فرد
يخالف أهل بيت النبوة فيبقى من حزب إبليس. وبعدين هيبان عندنا مين حزب إبليس. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه مين؟ مسلم والبخاري. طبعا الروايات دي اللي أنا برويها لكم يا أخوانا، زي ما يقول المستدرك الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين، يقول هذه الروايات هي صحيحة على شرط الشيخين أو واحد منهم يعني. فالروايات دي صحيحة ومسندة. الرواية دي كمان في أفراد كتير كمان كتيرين يعني مش عارف هم يشكلوا الإشكال الغريب ده إيه إزاي. في الصفحة 187 زي ما قلنا لكم، الجزء الثالث من كتاب المستدرك على الصحيحين، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، رقم الرواية زي ما تشوفوا 4812، يرمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يمر، النبي صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمر بباب فاطمة رضي الله عنها 6 أشهر إذا خرج لصلاة الفجر. يقول: الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويعلق الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. في روايات كثيرة في فضل أهل البيت عليهم السلام في كتاب المستدرك على الصحيحين زي ما قلت لكم يا أخوانا. مثلا شوف الرواية دي، الرواية التي كثيرا ما يستشهد بها الشيعة في كتاب المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث زي ما تشوفوا يا أخوانا، الجزء الثالث الصفحة 172. هذه الرواية رقم الرواية 4771، تقول: قال سعد: نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله الوحي، فأدخل عليا وفاطمة وابنيهما تحت ثوبه، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل أهلي وأهل بيتي. والرواية الأخرى عشان ما حدش يقول زوجات النبي من أهل بيته، رقم الرواية زي ما تشوفوا يا أخوانا 4772، عن إسماعيل بن جعفر بن أبي طالب عن أبيه قال: لما نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرحمة هابطة قال: ادعوا لي ادعوا لي. فقال الصفي: يا رسول الله، من يا رسول الله؟ قال: أهل بيتي عليا وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم كثيرا رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالذات فاطمة الزهراء عليها السلام. نعم 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 نعم. فهؤلاء هم أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم. أما الزهراء عليها السلام فإحنا هنذكر روايات يعني قليلة جدا عشان الوقت في هذا الموضوع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله بشأن الزهراء عليها السلام، قال في كتاب البخاري المصدر نشوفه دلوقتي، صحيح البخاري زي ما تشوفوا يا إخواننا، صحيح البخاري ودار ابن كثير طبعة سنة 2002 الطبعة الأولى زي ما تشوفوا يا إخواننا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الرواية، رقم الصفحة الأول 915،
915 زي ما تشوفوا يا اخوانا. الرواية رقم 3714. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فاطمة بضاعة مني فمن أغضبها أغضبني. فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله، من أغضبها فقد أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله. وما شأن من أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وآذاه؟ يعني ضروري حيكون النار. احنا يسعدنا اليوم يكون معانا ضيف الحلقة الأستاذ عمرو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح يا أختي؟ أي واضح، واضح جدا. أستاذ عمرو، احنا اليوم عاوزين نتكلم عن الصديقة الطاهرة الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. تفضل. صلوات الله وسلامه عليها. نعم، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم، لا سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة المنافقين المجرمين. عظم الله أجورنا وأجوركم استشهاد سيدة نساء العالمين وحجة الله الكبرى الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وذريتها الأئمة الطاهرين. استشهاد الزهراء عليها السلام، مظلومية الزهراء عليها السلام، واستشهاد الزهراء عليها السلام من الحقائق التاريخية التي تقوم بها الحجة على كل صاحب ذرة من ضمير في وجوب البراءة من أبي بكر وعمر وأنصارهما لعنهم الله، وهي من العلامات الواضحة في التاريخ على حق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام المغصوب، وحقانية التشيع وحقيقة دولة السقيفة وديانة السقيفة ورموزها لعنهم الله. وقضية استشهاد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ثابتة عندنا في روايات متواترة قطعية، وملخص القضية، ملخص القضية أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة ابن الجراح أعلنوا أبا بكر خليفة في السقيفة وبايعه من بايعه من المنافقين، من المنافقين في يوم استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسموما مظلوما يوم الاثنين في ساعة رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدنيا. وكان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مشغولين بمصيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه حتى دفن في يوم الأربعاء. وكان 4000 من أعراب بني أسلم قد دخلوا المدينة، فاستخدمهم عمر في إكراه الناس على مبايعة أبي بكر، وجمعوا أهل المدينة بالعصي لمبايعة أبي بكر قهرا. ثم أرسل أبو بكر وعمر جماعة من الأوباش ليخرجوا الإمام علي عليه السلام لمبايعة أبي بكر، فأتوا إلى بيته ثم فروا خوفا من علي عليه السلام. ثم أتى عمر ومعه 300 من الأوباش ورعاع، منهم أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة وسالم مولى أبي حذيفة وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وقنفذ ابن عم عمر وغيرهم لعنهم الله، وجمعوا الحطب حول الدار، دار علي وفاطمة صلوات الله عليهما، وأشعلوا فتيل ونادوا أمير المؤمنين علي عليه السلام يطالبونه بالبيعة ويهددونه بإحراق الدار ومن فيها إن لم يبايع. فكلمتهم الزهراء عليها السلام من وراء الباب وأمرتهم بالانصراف لتلزمهم الحجة فتكون جريمتهم أوضح في اقتحام الدار بعد أن حرجت الزهراء، بعد أن حرجت الزهراء صلوات الله عليها عليهم دخول الدار. فأضمروا النار ودفع عمر لعنه الله الباب على الزهراء عليها السلام وعصرها بين الباب والحائط بشدة حتى نبت مسمار الباب في صدرها وكسر ضلعها، ثم لطمها على وجهها ورفسها وضربها بالسيف وهو في غمده، وضربها بالصوت، وضربها خالد بن الوليد لعنه الله بنعل السيف، ولطمها المغيرة بن شعب لعنه الله، وضربها قنفذ بالصوت، ورفس عمر بطنها فأسقطت جنينها المحسن الشهيد عليه السلام. فخرج أمير المؤمنين علي عليه السلام من داخل الدار وصرع عمر وأسقطه أرضا ووجع أنفه ورقبته وتربع على صدره وهم بقتله، لكنه لم يقتل عمر التزاما بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أن لا يقاتل القوم حتى تكتمل له العدة، وقال لعمر: يا ابن صهاك، والذي أكرم محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله لعلمت أنك لا تدخل بيتي، يعني لولا وصية النبي بعدم القيام بالسيف إلا عند اكتمال العدة وتكثر الظروف التي حددها له النبي للقيام بالسيف لقتلتك يا عمر. ثم استغاث عمر بسائر أنصاره الرعاع، فلببوا أمير المؤمنين عليا عليه السلام وأخرجوه مسحوبا لإكراهه على مبايعة أبي بكر. وماتت الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها على أثر كسر ضلعها وسقوط جنينها، استشهدت بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله 95 يوما. هذا ما ثبت عندنا في الأحاديث وروايات المتواترة عندنا بخصوص استشهاد الزهراء عليها السلام. أما ما ورد عند البكرية عند المخالفين فقد روى صحيح البخاري وروى صحيح مسلم أن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام ماتت غاضبة على أبي بكر، وروى البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة في باب مناقب قرابة رسول الله ومنقبة فاطمة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وروى الحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. روى تهديد بإحراق الدار من علماء البكرية ومن مصادر البكرية أبو بكر بن أبي شيبة شيخ أستاذ البخاري في المصنف، وسند هذه الرواية صحيح. وروى أيضا الطبري في تاريخ الطبري التهديد بإحراق الدار والسند صحيح. وروى البلاذري في أنساب الأشراف التهديد بإحراق الدار والسند صحيح. وروى كذلك ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد التهديد بإحراق الدار. وروى ذلك المسعودي في مروج الذهب، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة. وروى كشف أبي بكر دار فاطمة عليها السلام الطبراني في المعجم الكبير والسند صحيح، والمتقي الهندي في كنز العمال، والطبري في تاريخ الطبري، والذهبي في تاريخ الإسلام، وابن عبد ربه في العقد الفريد ابن عبد ربه وغيرهم. وروى أن للزهراء عليها السلام سقط اسمه المحسن عليه السلام جمال الدين المزي في تهذيب الكمال، والصلاح الصفي في الوافي بالوفيات، والشهرستاني في الملل والنحل، وغيرهم من رواة البكرية ومحدثيهم. وروى كسر ضلع الزهراء عليها السلام وإسقاط جنينها الحموين الشافعي في فرائد الصمتين. وروى إسقاط الجنين بسبب عمر لعنه الله ابن أبي الحديد في شرح النهج. هذه كلها من مصادر البكرية، هذه المصادر التي ذكرناها. بكرية وردت عندهم قضية استشهاد الزهراء في مصادرهم، وهم يعترفون بجزء من القضية وهو الهجوم على دار الزهراء وتهديد بإحراق الدار، ويحاولون تبريره كما فعل ابن تيمية لعنه الله في كتابه منهاج السنة، حيث قال: وغاية ما يقال إنه كبس البيت، يعني أبو بكر كبس البيت. يا أستاذ عمرو لو سمحت أنا بس المصدر عشان الناس تشوفه. المصدر موجود في منهاج السنة الجزء الثامن، الجمهور عم بيشوفه دلوقتي، طبعا سنة 1986. يقول ابن تيمية في هذا المصدر، أنا عاوزك تعلق على الكلام ده بالذات، يعني رقم الصفحة الأول نشوفه، رقم الصفحة هو زي ما تشوفه 291. يقول ابن تيمية الحراني، يا سبحان الله كنت مجهز المصدر ده، يقول: وغاية ما يقال إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقه. يعني إيه؟ هل يقصد ابن تيمية أنه قال بيت الرسول صلى الله عليه وآله والعياذ بالله وحشام حرامية؟ طبعا ابن تيمية لعنة الله عليه كالعادة، يعني لما بيحاول يدافع عن المجرمين اللي هم رموز الديانة البكرية البغيضة،
بيقع في تطاول على الله وعلى حرمات الله سبحانه وتعالى كالعادة، زي ما قال إن عمر عادي جدا إن هو يظن إن النبي ممكن يخرب، هنا برضو قال إن أبو بكر عادي جدا إن هو يأمر بالهجوم على الزهراء عليها السلام علشان يدور على أموال المسلمين اللي الزهراء عليها السلام والعياذ بالله والعياذ بالله حاشاها مخبياها. طبعا يعني ابن تيمية لعنة الله عليه بسبب خبثه أولا وغباءه ثانيا، بدل ما يدافع عن رموزه اللعينة هو بيزود فضحتهم وبيكبر فضحتهم، بيخلي أي حد يرى كلامه ده يعرف أن ما فيش أي مجال للدفاع عنهم، وأن أي محاولة للدفاع عنهم هتكون كفر زيادة على الكفر الحاصل بموالاة هؤلاء أصلا لعنة الله عليه. فطبعا ده كلام فارغ يعني لا تعليق على هذا الكلام، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بطاعتهم طاعة مطلقة وأوجب طاعتهم كطاعة القرآن، يعني طاعة مطلقة زي طاعة القرآن، وهذا دليل قطعي على عصمتهم، لأن الطاعة المطلقة لا تنبغي إلا للمعصوم، والأمر بالطاعة المطلقة لغير المعصوم أمر بالخطأ. والله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا ويلزمنا بالطاعة المطلقة لأشخاص لازم يكونوا معصومين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى أوجب علينا طاعتهم طاعة مطلقة كطاعة القرآن، وهذا دليل قطعي يفهمه أي إنسان على عصمتهم صلوات الله وسلامه عليه، وعلى رأسهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكرم علي عليه الصلاة والسلام الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فهي معصومة، فهي معصومة صلوات الله وسلامه عليها. والقول بأنها ممكن تسرق أموال المسلمين كفر صريح، كفر صريح من ابن تيمية تابع عمر الكافر المنافق اللعين المأبون المنكوح عمر بن الصحاب لعنة الله عليه. طيب دلوقتي هو ابن تيمية ده لو أنا سألته قلت له ممكن يكون عمر بن الخطاب حرامي يعني، هو حيكون رده إيه؟ هو يعني بص يا أخ فايز أنا هقول لك حاجة بمنتهى البساطة، يعني قضية ميراث الزهراء عليها السلام الثابتة عند المخالفين واللي هم رووها في صحيح البخاري وصحيح مسلم واعترفوا بيها ما بينكوهاش، إن أبو بكر لعنة الله عليه غصب حق الزهراء عليها السلام، هم بيدافعوا فيها عن أبو بكر وبيقولوا إن أبو بكر كان معاه حق في المسألة دي، لأنه يعني خد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام وحديث بأنه الأنبياء لا يورثوا وإن ده حكم شرعي خاص بالأنبياء. طبعا هذا الكلام كلام بكر، طبعا الزهراء عليها الصلاة والسلام أنكرت هذا الحكم وردت على أبو بكر وغضبت على أبو بكر، وهذه واحدة من مظلوميات الزهراء عليها السلام. البكرية بيقولوا إن أبو بكر هو الصادق في هذه المسألة. طيب هذه المسألة لا تحتمل إلا ثلاث احتمالات، إما إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله سفيه والعياذ بالله حاشاه فيعلم أبو بكر حكم خاص بالميراث بميراث النبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم وما يعلمش ورثته السيدة فاطمة عليها السلام هذا الحكم، كأنه عايز يحدث فتنة، كأن النبي صلى الله عليه وآله بيتعمد أنه يحدث فتنة والعياذ بالله. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني فاطمة الزهراء عليها السلام والعياذ بالله حاشاها أن هي تكون كذابة والعياذ بالله، عارفة الحكم ده من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبتنكره والعياذ بالله. الاحتمال الثالث أن أبو بكر لعنه الله هو اللي كذاب، وأن هذا الحكم هو افتراه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان يغصب حق الزهراء عليها السلام وأموال الزهراء عليها السلام. ما فيش أي احتمال غير التلاتة دول. طبعا البكرية بيقولوا أبو بكر صادق، ومعنى كده أن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام كذابة والعياذ بالله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سفيه والعياذ بالله. قال البكرية صدق أبو بكر وكذبت فاطمة، قولهم بمضمون كلامهم، وده المعنى المتضمن في كلامهم ودفاعهم عن أبو بكر. احنا قلنا صدقت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وكذب أبو بكر وفجر أبو بكر لعنة الله عليه. نعم. طيب يا أستاذ عمرو احنا دلوقتي احنا أنا بس يا أستاذ عمرو احنا نفتح باب الاتصالات بإمكان الإخوة المشاهدين الكرام الاتصال والمشاركة في البرنامج ده وسؤال الأخ عمرو حول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. نعم أستاذ عمرو. والله يا أخ فايز هو زي ما بقول لحضرتك هو قضية البكرية فعلا بالفعل بيتهموا الزهراء عليها السلام بالسرقة والعياذ بالله، لأنهم بيصدقوا أبو بكر في قضية الميراث دي وبيكذبوا الزهراء، يعني هم بيتهموها إن هي مختالة والعياذ بالله حاشاها، فهو ده فعلا واقع من البكرية فعلا يعني.
مش طيب. من ابن تيمية بس، من عموم البكرية. طيب أستاذ عمرو، دلوقتي رواية الهجوم على بيت الزهراء عليها السلام وأن عمر الخطاب حرق باب بيت الزهراء عليها السلام، هل هذه الرواية في كتبهم بالفعل موجودة؟ هذه الرواية كما ذكرنا واردة في مصادر عديدة عندهم، هذه الرواية أو هذه الحقيقة واردة عندهم في مصادر عديدة. روى أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي شيخ البخاري في مصنف ابن أبي شيبة خبر تهديد عمر بإحراق دار الزهراء عليها السلام بسند صحيح حسب علم الحديث البكري. والطبري في تاريخ الطبري روى الخبر بسند صحيح أيضا حسب علم الحديث البكري، والبلاذري في أنساب الأشراف روى الخبر بسند صحيح حسب علم الحديث البكري، وكذلك الطبراني في المعجم الكبير روى كشف أبي بكر لعنة الله عليه دار الزهراء عليها السلام بسند صحيح أيضا حسب علم الحديث البكري. نعم. هذه طيب. المسألة ده غير طبعا روايات تانية كتير عندهم، يعني مش نقول بس اللي ذكروا القضية دي. نعم. لا طيب. في روايات كتير عندهم ذكروا القضية. نعم نعم أستاذ عمرو، عندنا أول اتصال، مين معنا؟ هشام من المنصورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية فضل. بس عايز اسأل حضرتك سؤال، تسمح لي؟ نعم تفضل. طيب دلوقتي ليه لما احنا بنجيب رواية ضعيفة من كتب الشيعة حضرتك بتقوم قايل مثلا ان هي رواية ضعيفة مش معتبرة، وما حدش لو حد يجي يعقب عليها من عندنا ما تقبلش تعقيبه، وانت طول النهار والليل كل اسبوع تجيب روايات ضعيفة وعايزنا نصدقها انها ضعيفة بقوية في كتبنا احنا؟ انت انا لسه شايف على التلفزيون انت حضرتك جايب الرواية اخر سطر في الصفحه مكتوب وهذا دعوه وافتراء وكذب، تقدر تجيب الروايه ثاني دلوقتي؟ يعني ليه عايزنا نصدق الروايات الضعيفه اللي عندنا؟ طب وبعدين الراجل يعني معلش استاذ عمرو ده بيقول كلام ما يخشش العقل اصلا. الاسبوع اللي فات لما اتكلم في موضوع الخمر ويقول لك لا ده ما نزلش تدريجيا، والامام بتاعنا كان بيرد على البكريه، مش عارف تقول عليها بكريه ليه اصلا؟ احنا بنتبع النبي، ابو بكر يتبع النبي. هو بيقول لك ان ايات الخمر لا ما نزلتش تدريجيا، امال بيقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بيقول لك اصل لما جيت تقرب من الصلاه ما تشربش خمر، طب ما هي كده كده الخمر محرمه اصلا. ربنا يقول لك وانت رايح تصلي ما تشربش خمر، ما هي محرمه اصلا. طيب هو اللي قاله الاستاذ عمرو هو كان ده ما تقول الكلام ده لعمر بن الخطاب اللي فضل يشرب الخمره كل مرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل مرة يقرؤون عليه هذه الآيات يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، وحتى أنه سكر ذات مرة وشرب الخمر وشتم رسول الله صلى الله عليه وآله. دعني أرد. تفضل. عمر بن الخطاب قال أريد في الخمر بيانا شافيا لأنه لم ينزل نص التحريم، قال الله يسألونك عن الخمر يعني فضل يشرب الخمرة. بس ده مش موضوعنا، أنت قلت أنه الروايات أنت إحنا بنجيب روايات ضعيفة. طيب أنا عندك سؤال تاني حول هذا الموضوع. ليه عايزني أصدق يعني الروايات الضعيفة اللي عندكم؟ أنت عايزني ما أفكرش فيها أصلا وعايزني أصدق الضعيفة اللي عندي أنا. طيب دي رواية ضعيفة. هات لي واحد من المسلمين يعتبر السيدة ده فاطمة. طيب هو أصدق على السيدة فاطمة يحصل فيها كده أصلا؟ حاضر حنجاوبك. أشكرك جدا يا أستاذ هشام. يا أستاذ عمرو لو سمحت أنا بس المصادر اللي موجودة عندي عشان أوريها للأستاذ التي قال أنه لا دي الرواية هي ضعيفة. طيب الرواية دي موجودة في التي ذكرها الأخ عمرو في كتاب المصنف لابن أبي شيبة. طب يا أخ فايز. نعم. بص يا أخ فايز احنا هنقرأ رواية من كتاب المصنف لابن أبي شيبة وهنثبت إن السند صحيح واحدة واحدة. طيب. تمام؟ دي نعم. رواية واحدة من ضمن الروايات الصحيحة اللي ثبتت عندهم أو اللي وردت عندهم ثابتة بخصوص الهجوم على دار الزهراء عليها السلام. طيب. روى ابن أبي شيبة في المصنف. نعم. في كتاب المغازي باب ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته في ردة. بسند صحيح، هنثبت صحة السند إن شاء الله. حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا زيد بن أسلم، عن أبيه أسلم أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيقول ابن أبي شيبة وسلم من غير وآله وسلم، كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب
خرج حتى دخل على فاطمة فقال: يا بنت رسول الله، والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وايم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت. تمام، هذه رواية رجال السند بتوعها أولا محمد بن بشر، هو من رواة صحيح البخاري وصحيح مسلم. محمد بن بشر هو من رواة صحيح البخاري وصحيح مسلم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: محمد بن بشر بن الفرافصة بن المختار بن رديح الحافظ الإمام الثبت أبو عبد الله العبدي الكوفي، ده أول راوي في السند. ثاني راوي عبيد الله بن عمر، هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو من رواة صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقال عنه الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء: الإمام المجود الحافظ أبو بان القرش العدوي العمري المدني. الراوي الثالث زيد بن أسلم، هو من رواة صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقال الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء: زيد بن أسلم الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه. الراوي الرابع في السند أسلم مولى عمر، هو من رواة صحيح البخاري وصحيح مسلم، قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: الفقيه الإمام أبو زيد ويقال أبو خالد القرش العدوي العمري مولى عمر بن الخطاب. دي رواية ابن أبي شيبة في المصنف وسندها صحيح. نيجي لرواية تانية، نكتفي بروايتين بس صحيحتين، وفي أكتر من روايتين صحيحتين، لكن احنا نكتفي بروايتين بس صحيحتين تفهيم للمشاهد. تمام، الرواية التانية الصحيحة أيضا اللي رواها الطبري في تاريخ الطبري بسند صحيح أيضا، قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب قال: أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين، فقال: والله لأحرقن عليهم أو لتخرجن إلى البيعة. فخرج عليه الزبير مسلطا بالسيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه. تمام، رجال السند في الرواية دي أولهم عبد ابن حميد، وهو من رواة صحيح مسلم، وقال الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء: هو إمام الحافظ الحجة الجوال أبو محمد عبد ابن حميد ابن نصر الكسي ويقال له الكشي. الراوي الثاني جرير بن عبد الحميد، هو من رواة صحيح البخاري وصحيح مسلم، قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: جرير بن عبد الحميد ابن يزيد الإمام الحافظ القاضي أبو عبد الله الضبي الكوفي. وقال الزرقلي في الأعلام: جرير بن عبد الحميد بن قرط الرازي الضبي محدث الرأي في عصره كان ثقة. الراوي الثالث في السند المغيرة، اللي هو مين؟ اللي هو المغيرة بن مقسم، هو من رواة صحيح مسلم، هو هذا المغيرة من رواة صحيح مسلم، وقال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: مغيرة بن مقسم الإمام العلامة الثقة. الراوي اللي بعديه في السند مين؟ زياد بن كليب، وهو من رواة صحيح مسلم، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه ابن حبان في الثقات: وكان من الحفاظ المتقنين. وقال ابن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب: زياد بن كليب الحنظلي أبو معشر الكوفي ثقة. تمام، ذكرنا دلوقتي روايتين صحيحتين بسندين صحيحين، رواية في تاريخ الطبري ورواية أخرى في المصنف لابن أبي شيبة شيخ البخاري وأستاذ البخاري. نعم. وذكرنا وأثبتنا صحة السند في الرواية دي وصحة السند في الرواية دي. في روايات تانية عندهم عديدة في هذا الشأن، منها روايات صحيحة ومنها روايات هم بيغلطوا في صحتها وبينكروا صحتها وبيقولوا عليها ضعيفة. طيب. لكن نعم. احنا نقينا روايتين من اللي هم ما يقدروش ينكروا صحتهم على طيب. كل حال يا أخ فايز، على كل حال نعم. عشان نوضح بس المعنى ونرد على الأخ بس في دقيقتين. أولا قضية الهجوم على دار الزهراء عليها السلام وقتل الزهراء عليها السلام من عمر وأنصاره لعنهم الله وردت في مصادر البكرية، لكن هم لغاية الهجوم على دار الزهراء والتهديد بإحراق الدار لغاية هنا هم يعترفوا بده وبيحاولوا يبرروه. أما بقية التفاصيل بقى في كسر ضلع الزهراء واسقاط جنينها والتسبب في استشهادها صلوات الله وسلامه عليها، فهم بينكروا انه وارد في مصادرهم، لكن هم
بيقولوا عليه ضعيف عشان يكون المعنى واضح بالنسبه للمشاهد. طيب يكفي اعترافهم بان الزهراء عليها الصلاه والسلام ماتت غاضبه على ابو بكر وعمر كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، على ابو بكر بالتحديد يعني عشان اكون دقيق في الكلام، صحيح البخاري وصحيح مسلم روايه عن عائشه ان الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ماتت غاضبه على ابي بكر. نعم. وهذا يكفي لاسقاط حرمه ابي بكر و نفاق ابي بكر، زائد بقى اللي هم اقروا بيه من الهجوم على دار الزهراء وتدريب باحراق دارها، ده مفيش مجال لانكاره واقرارهم بيه يكفي لاسقاط حرمه ابو بكر الساقطه اصلا بادله كثيره جدا. نعم. واضح يا واضح. اخي هشام يا اخي هشام والله انا احبك انت اخويا في الانسانيه واتمنى ليك الهدايه، يا اخي هشام حاول تفهم كلامنا وتستوعبه وتركز فيه. يا اخي هشام اهل سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، اتباع النبي هم شيعه محمد وعلي والهم الطاهرين، هم دول اهل سنه النبي، اتباع ابو بكر وعمر هم اتباع الشيطان، ابو بكر وعمر كان بيتبع الشيطان، كانوا بيتبعوا الشيطان، لو كان ابو بكر متبع للنبي ما كانش ظلم بنت النبي وسيده نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها. ازاي هو متبع للنبي وهو اول حاجه عملها لما تولى السلطه ان هو ظلم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ يا اخي هشام انت سالتني عن قضيه الخمر ولا يا استاذ عمرو؟ يا استاذ عمرو ثواني يا استاذ عمرو نعم بس احنا نستقبل هذا الاتصال الاول وبعدين ان شاء الله نكلم مين معنا؟ احمد من اسيوط، السلام عليكم. في صوت ان شاء الله. ايوه احمد انت كل مره تتصل بي وتقول لي انت مره من مصر ومره من اسيوط ومره من سوهاج ومره من اسوان، طيب انت ليه كل مره تكذب يعني؟ معك نعم؟ معك احمد محجوب من اسيوط. انت كل مره كل مره بتقول اسم ثاني يعني، كل مره بتقول اسم ثاني ليه يعني؟ يعني تقول لكم انتوا بتقطعوا علي. طيب ثانيا انت مصري يا احمد؟ انا مصر صعيدي من صعيد مصر. طيب يا احمد تفضل سؤالك. عندك مشكله فيه؟ لا 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 تفضل. طيب. بس لهجتك مش يعني طيب. تفضل خليني. طيب أول شيء صديقك يقول أن فاطمة بضعة مني يغضبني ما أغضبها، أتدري لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حتى في كتب الشيعة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إنما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج من ابنة أبي جهل، فصعد الرسول المنبر وقال إن فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها ويزيني ما أزاها. سمعني إن شاء الله. تسمعني؟ نعم نعم نعم. سامعك وحرد طيب. عليك بس الامر ده يا ريت الاخ فايد بس اذن لي عشان طيب اسمعني كمل مداخلتي وانت قول اللي انت عايزه وانا عندي بص انا ما عنديش اي ادنى مشكله ان احنا نتناقش طيب في الموضوع. تفضل يا احمد تفضل جاي تفضل النقطه الثانيه. الامر الاخر فعلي بن ابي طالب هو اول من اغضب فاطمه والرسول قال ذلك بسبب علي بن ابي طالب. الامر الاخر هو ذكر روايه مشابهه لروايه المفيد التي يذكرها في كتابه الامالي ويقول ان الزبير حينما خرج ليدافع عن فاطمه بالسيف فضربوا سيفه وضربوا به الحجر فضرب بسيفه الحجر حتى انكسر وخرج علي بن ابي طالب عليه السلام نحو العاليه، علي خرج من بيته نحو العاليه وترك زوجته تقتل، هل يعقل يا بشر يا من تملكون نخوه ان علي الكرار يترك زوجته تضرب وتقتل ويسقط جنينها؟ طيب النقطة اللي بعديها عشان جيد جدا طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن فاطمة أول أهل بيتي لحوقا بي. الرافضة يكذبون رسول الله ويقولون أن المحسن هو أول أهل بيت رسول الله لحوقا به، فقالوا أن فاطمة أسقطت محسن ثم ماتت. هذا من تناقضات الرافضة. أنا ليس لدي أي أدنى إشكال في مسألة كسر الضلع لأنها في كتب أهل السنة لم تصح على الإطلاق، والرواية التي ذكرها في مصنف ابن أبي شيبة فهي سند منقطع لم يصح أصلا. الأمر الآخر يا صديقي أنكم الآن تطعنون في علي بن أبي طالب. يا أحمد بس سؤال صغير واصل. يا أحمد بس سؤال صغير يعني نرد بقى لا بس سؤال لا لا ثواني يا أستاذ أحمد يا عمرو ثواني يا أنتم مش عندكم روايات بتقول أنه المحسن الشهيد عليه السلام أنه مات صغيرا؟
مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وصلت الصورة. وصلت الصورة. مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة اللي بعديها نتناقش معك يا أحمد. أنا مسلم من عوام المسلمين أهدم دينك وعقيدتك. أنت تهدم دينك. طيب يلا النقطة اللي بعديها تفضل. أهدم دينك وعقيدتك. الأمر الآخر، أنا أسألكم الآن سؤال لكل شيعة، ماذا ستفعل إن جاءك اسمعني فضلا منك ماذا ستفعل إن جاءك رجل، ماذا ستفعل إن تم اغتصاب، إن تم قتل ابنتك على يد من اغتصب، عفوا، إن تم قتل زوجتك على يد من اغتصب ابنتك؟ هؤلاء الشيعة يقولون أن عمر قتل فاطمة ثم زوجه علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم، كما يشهد بذلك المفيد وكما يشهد بذلك الشريف الرضا، ويقول لا يرد هذا الزواج إلا جاهل أو معاند. فبالله عليكم، علي بن أبي طالب إذن مشارك في هذه الجريمة. طيب علي شارك وتزوج بعد. وصلت الصورة بتاعتك. أشكرك جدا يا أستاذ أحمد. كنترول وقف الاتصالات عشان يجاوب علي. طيب مين؟ طيب في يا استاذ عون، في اتصال استنى كتير قوي، ناخد الاتصال ده وبعدين نوقف الاتصالات. مين معنا؟ محمد المنصورة، السلام عليكم. نعم معك 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 يا استاذ محمد، باختصار عشان والله العظيم في اتصالات واسئله كتير قوي. ما انا مش فتاوى، سؤال بس، انا سالت سؤال بسيط. تفضل. لا عرض القناه ولا حاجه. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأستاذ فايز معايا؟ نعم، أنت على الهواء، تفضل بسرعة أرجوك. بسرعة، ده سؤال بسيط، يعني أنا مش من اللي بيسب ولا بيغلط فيك ولا الكلام ده، لا، أنا أسأل سؤال بسيط. تفضل. الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، نعم، وكرم الله وجهه، كان رجلا وبطلا وشجاع، صح؟ نعم. وكان يغير على أهل بيته، ونحن نعلم عنه كل الحاجات الطيبة والحاجات الكويسة. فكيف سمح لأبو بكر وعمر أن يقتل أو يقتلوا السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها؟ طيب شكرا على السؤال. شكرا على السؤال. وصلت الصورة. وصلت الصورة. السؤال ده بيتكرر كتير. يا أستاذ عمرو، أنا أرجوك، أنا تأجبت على هذا السؤال، ولكن أريدك تجاوب مرة أخرى. إزاي علي بن أبي طالب سمح بالهجوم على داره؟ إحنا عايزين أخ فايز وقت كده كافي عشان حاضر. نجاوب من آخر سؤال. سؤال محمد من المنصورة، يقول الإمام علي بن أبي طالب كان بطلا وشجاعا وكان يغير على بيته، على أهل بيته، إزاي سمح لأبو بكر وعمر أنه يقتلا زوجته؟ تمام، قلنا أنه الإمام علي عليه الصلاة والسلام رد الفعل المباشر اتخذه الإمام علي عليه السلام، يعني لما هجم الدار القوم على الدار. هنبتدي الاول من بدايه الموضوع، يعني هم لما هجموا، لما طالبوا الامام علي عليه السلام بالخروج لمبايعه ابو بكر، الامام علي عليه السلام خرج لهم فخافوا ومشوا. رجعوا بعد كده وقبعتهم تاني دول، وكانوا حوالي 300 شخص زي ما الروايات بتذكر. فالزهراء صلوات الله وسلامه عليها كلمتهم من ورا الباب وامرتهم بالانصراف، علشان تكون الجريمه، جريمتهم في اقتحام الدار أوضح لما الزهراء عليها الصلاة والسلام تمنعهم عن دخول الدار ومع ذلك يقتحموا الدار. فهجموا على الدار وعصروا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بين الباب والحائط وكسروا ضلعها وأسقطوا جنينها. في الموقف ده الإمام علي عليه الصلاة والسلام اتخذ رد الفعل المباشر في الموقف، إن هو جاب عمر كده ووقعه على الأرض وداس على رأسه، داس على وشه يعني ورقبته، وتربع على صدره وقال له يا ابن الصهاك لولا وصية من رسول الله، لولا عهد عهده إلى رسول الله لعلمت أنك لا تدخل بيتي. يعني لولا وصية وعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله أنا كنت قتلتك. طيب معنى كده إيه؟ الإمام علي عليه السلام رد الفعل المباشر اتخذه
مع عمر لعنه الله. يا استاذ عمرو، يا استاذ عمرو، يا استاذ عمرو، عشان يا استاذ عمرو، يا استاذ عمرو، بس ثواني 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 يا استاذ عمرو، يا استاذ عمرو، انا عاوز اقطعك في النقطه ديت عشان الناس تفهم اكتر. انا عاوز تتكلم بالمصري رجاء. علي بن ابي طالب هل دافع عن الزهراء ولا لا؟ يعني باختصار طيب فهمهم عشان يفهموا. بس لو سمحت اديني فرصه عشان افهم الناس والمشاهدين يفهموا. اتفضل. رد الفعل المباشر، رد الفعل المباشر على هجوم هؤلاء الملاعين اتخذوا الامام علي عليه السلام، اتخذ رد الفعل المباشر وجاب عمر وقعوا على الارض، مسكوا وقعوا على الارض وداس على وشه ورقبته وقعد على صدره وقال له ان دولة وصيه النبي صلى الله عليه وسلم انا كنت اتخذ. ده رد الفعل المباشر. يعني في لحظة الهجوم علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب قد دافع عن الزهراء ورد عليهم. تفضل. طبعا 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 أكمل بس كلامي يا أخ فايز، أكمل كلامي، أكمل كلامي. لكن الإمام علي عليه السلام لم يقتل عمر ولم يقم بالسيف، يعني لم يحارب القوم. الإمام علي عليه السلام لم يقتل عمر ولم يحارب القوم، عشان نكون دقيقين. الإمام علي عليه السلام لم يقتل عمر ولم يحارب القوم التزاما بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيه هي بقى الوصية دي؟ إن الإمام علي عليه السلام لا يجوز له أن يقوم بالسيف ويحارب ويثور على القوم إلا عند اكتمال العدة المحددة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليه، وهي عدة 40 مؤمن ثابت على النصرة، ثابت على نصرة الإمام المعصوم صلى الله عليه وسلم. لو تحققت ليه العدة دي لازم يقوم بالسيف ويحارب القوم، ما تحققتش ليه العدة دي لازم يصبر ويهادن ويسالم حفاظا على سلامة الإسلام. زي بالضبط ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي بيسأل السؤال ده لازم برضو لازم يرجع لسيرة النبي عشان يعرف إجابة سؤاله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما بدأ الاضطهاد ضده بعد 3 سنين من البعثة قعد 10 سنين، 10 سنين في مكة مضطهد هو والمسلمين، والمسلمين كانوا بيتعذبوا وبعض المسلمين قتل تحت التعذيب زي سمية أم عمار رضوان الله عليهما وياسر بن عامر والد عمار رضوان الله عليهما، دول قتلوا تحت التعذيب والمسلمين عذبوا واضطهدوا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله لمدة 10 سنين لم يرفع سيفا دفاعا عن نفسه وعن المسلمين، وكان مسالما مهادنا للمشركين. ليه؟ هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده نقص في الشجاعة والعياذ بالله؟ هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده نقص في القوة النفسية والعياذ بالله؟ أو الإقدام والقوة والشجاعة؟ لا، حاشاه صلى الله عليه وآله. إنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ملزما من الله سبحانه وتعالى بالهدنة والمسالمة، والمسالمة حفاظا على سلامة الإسلام. لما كان، لأن أهل بيت قبل كده كتير قلنا الكلام ده كتير، إن أهل بيت عليه الصلاة والسلام كلهم ابتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيحاربوا ويهادنوا ما كان في الحرب، بيحاربوا ويحاربوا ويواجهوا بالسيف، يحاربوا صلاة الله وسلامه عليهم، ما كان في الحرب مصلحة الإسلام وسلامة الإسلام، وبيهادنوا ويسلموا ما كان في الهدنة والمسالمة مصلحة الإسلام وسلامة الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحمل الاضطهاد في مكة أن يحارب القوم حتى بدأ الجهاد المسلح ضد المشركين بعد الهجرة ب19 شهر في غزوة بدر الكبرى، تمام؟ وبعد كده لما كانت مصلحة الإسلام وسلامة الإسلام في الحرب حارب وواجه بالسيف صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد كده هادن المشركين تاني في صلح الحديبية، وبعد كده فتح مكة. ولما تكون مصلحة والسلامة للدين في الحرب بيحارب، ولما تكون مصلحة والسلامة للدين في المهانة بيهادن حتى لو تحمل أمر الاضطهاد وأمر الظلم على نفسه وعلى المحيطين به صلى الله عليه وآله. نفس الكلام أهل بيته من بعد، نفس السيرة بالضبط. الإمام علي عليه السلام هادن بعد النبي صلى الله عليه وآله التزاما بوصية النبي بأنه لا يقوم بالسيف، يعني يثور على القوم ويثور ويقوم بالسيف ويحارب القوم إلا لما تتحقق ليه العدة اللي النبي حددها له والظروف والشروط اللي النبي حددها له صلى الله عليه وآله علشان يحارب القوم ويثور ويقوم بالسيف. طيب دلوقتي العدة دي مش مكتملة والظروف دي مش مكتملة، يجب على الإمام علي عليه السلام الهدنة والمسالمة حتى تتحقق هذه الظروف وهذه الشروط، زي سيرة النبي بالضبط صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الظروف وهذه الشروط لم تتحقق لأمير المؤمنين علي عليه السلام إلا عند مقتل عثمان،
لعنة الله عليه. والتفصيل بعد كده ممكن نتكلم فيه بعد كده إن شاء الله. لكن احنا قلنا باختصار طيب. رد الفعل المباشر، رد الفعل المباشر اتخذوا الإمام علي عليه السلام ضد عمر وأسقطوا على الأرض وداس على وشه ورقبته وتربع على صدره وقال له لولا وصية النبي كنت قتلتك. لكن الإمام علي السلام لم يحارب القوم ولم يقتل عمر التزاما بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهدنة والمسالمة، طالما لسه الظروف والشروط اللي النبي حددها له للقيام بالسيف والثورة والحرب ما تحققتش، حفاظا على سلامة الإسلام وسلامة ومصلحة الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة 10 سنين. طيب أحمد من أسيوط، نعم أحمد من أسيوط لما اتصل قال إنه الرواية دي إن الله يغضبني ما يغضب الزهراء ويرضيني ما يرضيها، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا جاء لأنه كانت الزهراء غاضبة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إيه ردك على هذا الكلام؟ والله يا أخي فايز طبعا هو هذا الشخص المتصل على فكرة أنا سمعته قبل كده بيسب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فلعنة الله عليه لهذا السبب. لكن لو هو كان مستعد لمناقشتي من غير تطول على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فأنا مستعد لمناقشة أي إنسان واحترام شخصه طالما ما تطوّلش على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لكن اللي اسمه أحمد محبوب ده قبل كده اتصل بالقناة وسب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لا ده أحمد محجوب، ده أحمد محجوب مش أحمد محجوب. أيوه هو اسمه أحمد محجوب. لا 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 ده الناصب الأول، ده فرد تاني، ده الهارب. نعم هو ده نصيبي تاني برضو حبيبي. نصيب ده نصيبي تاني. طيب الكلام اللي قاله. طيب تمام. نيجي بقى لسؤاله، نيجي لسؤاله. طبعا قضيه ان غضب الزهراء عليها السلام هو غضب الله ورسوله دي ثابته عندنا وعند المخالفين، ثابته عند الفريقين ما فيش شك فيها. طيب دلوقتي عندهم هم بعض الروايات زي الروايه اللي في صحيح البخاري بتنقل او بتذكر انه إن الإمام علي عليه السلام أراد إن هو يتزوج بنت أبي جهل، ولما أراد إن هو يتزوج بنت أبي جهل الزهراء عليها السلام راحت حسب الرواية دي راحت اشتكت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صعد على المنبر وقال إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل في بيت واحد. وقال ساعتها فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. تمام دي روايات وردت عندهم بمضمون هداف في بعض مصادرهم منها صاحب البخاري. تمام طيب الروايات دي أولا هذه روايات من حيث السند مروية عن أشخاص معروفين بالعدالة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني رواة اللي ذكر اللي روى عنهم محدث البكرية هذه الرواية معروفين بالعدالة لأهل بيت عليهم الصلاة والسلام ومعروفين بنصب العدالة لأهل بيت عليهم الصلاة والسلام، ده من حيث السند هم متهمين في هذه القضية بالخصوص، ده أولا. ثانيا يعني متهمين بالكذب في هذه القضية بالخصوص، ده أولا. ثانيا هذه الروايات منقوضة بالسيرة القطعية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه تزوج نساء كان أبائهم أعداء للنبي وللإسلام، يعني النبي تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان في الوقت اللي كان أبو سفيان بيقود فيه جيوش المشركين مثلا. النبي صلى الله عليه وآله تزوج السيدة صفية بنت حيي رضوان الله عليه، وأبوها حيي بن أخطب كان زعيم اليهود وقتل وهو يحارب المسلمين في غزوة خيبر. فإزاي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينكر على الإمام علي عليه السلام زواجه من بنت أبي جهل لمجرد ان هي بنت ابي جهل للسبب ده بس؟ طب ما كان هو نفسه تزوج نساء ابائهم كانوا اعداء للاسلام، مع ذلك ده ما منعوش هو تزوجهم، ده اولا. ده من حيث متن الروايه ونص الروايه، ده اولا. ثانيا هذا الكلام يخالف المبدا الاسلامي الثابت لا تزر وازره وزر اخرى. معنى الكلام ده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بينكر على الامام علي الزواج من هذه المراه لان ابوها ابو جهل، وهذا مخالف لمبادئ الإسلام لا تزر وزيرة وزر أخرى. هذه المرأة لا ذنب لها في إن أبوها أبو جهل إلا لو كانت هي زيه، لكن ما فيش دليل على كده. تمام تبقى هي ملاش ذنب، يبقى إزاي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينكر على الإمام علي الزواج من امرأة لمجرد إن أبوها أبو جهل؟ ده ثانيا. ثالثا هذه الرواية إنما
قصد بها توجيه هذا المعنى، معنى غضب الزهراء عليها السلام اللي هو نفسه غضب الله وغضب الرسول صلى الله عليه وآله، توجيه هذا المعنى للإمام علي والعياذ بالله، الإمام علي عليه السلام والعياذ بالله. يعني هم علشان قضية غضب الزهراء وإنها ماتت غاضبة على أبو بكر وإن غضبها غضب الله ورسوله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخصوص الثابت عندهم محرج جدا لعقيدتهم وهادم لديانتهم البكرية الخبيثة، فهم حاولوا بعض النصب الأقدمين يعني إن هم يوجهوا هذا المعنى للإمام علي عليه السلام بدل ما يكون موجه لأبو بكر رضي الله عنه، وبدل ما يكون موجه لعمر رضي الله عنه. وهذه محاولة يائسة فاشلة، ليه بقى محاولة يائسة فاشلة؟ لأن أولا هذا الكلام واضح البطلان وواضح الغرض منه، ده أولا. ثانيا على فرض صحة هذا الكلام، لو افترضنا جدلا وهذا محال، لو افترضنا صحة هذا الكلام فده برضو ما يبرئش أبو بكر وعمر، ولا يبرئ صحتهم ولا يبرئ ذمتهم ولا يخلصهم من فضحتهم وغضب الزهراء عليهم. ليه؟ لأن عندنا هنا الإمام علي عليه السلام حسب القصة المكذوبة دي المفترة المخترعة دي، الإمام علي عليه السلام أغضب الزهراء وبعد كده تراجع عن اللي هو كان عايز يعمله ده، فزال عنه الغضب ده، يعني هو أغضبها وبعد كده تراجع عن إغضابه ليها. بينما أبو بكر وعمر حالتهم إن هو إن الزهراء عليها السلام ماتت غاضبة عليهم، زي ما في البخاري ومسلم إن الزهراء ماتت غاضبة على أبو بكر، فغضب الزهراء ملازم لأبو بكر وعمر للأبد، اللي هو غضب الله ورسوله، غضب الله ورسوله ملازمين لأبو بكر وعمر للأبد. الزهراء عليها السلام ماتت غاضبة على أبو بكر وعمر، وغضب الزهراء وغضب الله ورسوله، إذن الله ورسوله صلى الله عليه وآله غاضبان على أبي بكر وعمر للأبد، فما فيش مفر من المسألة دي أبداً أبداً أبداً. حتى لو افترضنا حاشا لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم إن هو غضب الزهراء عليه السلام، بس كل ده في الآخر افتراءات من هؤلاء النواصب ومن أسلافهم. طبعا في نقطة برضو رابعة نضيفها بخصوص متن هذه الرواية، هذا الحديث فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني، لم يرد هذا الحديث عند البكرية في مصادرهم بخصوص هذه القصة بس، لا ده ورد عندهم في روايات ملهاش علاقة بالقصة دي، زي ما روى البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب قرابة النبي ومنقبة فاطمة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، من غير القصة دي ومن غير أي حاجة. فهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، هذا الحديث ورد عندهم في روايات عديدة من غير القصة دي، فمحدش يقدر يجي يقول لي أصل الحديث ده خاص بالقصة دي، لا. حتى لو افترضنا أن الحديث ده ما تقالش إلا في القصة دي على كلامهم المزعوم ده، فدي قاعدة عامة أن غضب الزهراء غضب الله ورسوله، مش خاصة بالموقف ده بس، حتى لو تقالت الموقف ده يبقى برضو نوصل لنفس النتيجة أن أبو بكر ملعون وخبيث لأن الزهراء ماتت غاضبة عليه، مش غضبت عليه وبعد كده رضيت، لا دي ماتت غاضبة عليه، فالموضوع منتهي. لكن كل هذه أكاذيب ومش نافع لهم في أي حاجة، يعني كده هي مش هتنقذ لهم أبو بكر بتاعه في أي حاجة، ربنا يهدي منهم من قبل الهداية. أما بقى الورد عندنا احنا في مصادرنا فهذا الكذاب تبعا للمواقع الوهابية اللي مليانة تدليس وكذب وتحريف لألفاظ الروايات وتهريج وأونطة، بيقول نفس الكلام اللي هم بيقولوه في المواقع العبيطة بتاعتهم. طبعا حاول ايه؟ طيب في رواياتنا احنا ورد عندنا في رواياتنا انه بعض نساء الانصار كانوا منافقات، يعني بعض النساء المنافقات من اهل المدينه، كانوا بيروحوا للزهراء، راحوا للزهراء صلى الله عليه وسلم عليها وقالوا لها ان الامام علي عليه السلام عايز يتجوز بنت ابو جهل. كرر منهم الموقف ده اكتر من مره محاوله منهم لايذاء الزهراء والتقليل من شانها، وده قصدهم وده معنى موقفهم. فالزهراء عليها السلام راحت حكت للنبي صلى الله عليه واله من النساء المنافقات دول، مش من الامام علي عليه السلام. الامام علي ما ملوش علاقه بالموضوع، الامام علي اصلا ما كانش يتجوز بنت ابو جهل ولا حاجه، دول نساء منافقات كذابات بيكذبوا راحوا للزهراء قالوا لها الكلام ده عشان يضايقوها او عشان يعني يتقصوها صلوات الله وسلامه عليها. فراحت لما تقرر منهم الموقف ده اشتكت للنبي من النساء دول، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد على المنبر وذكر القضية دي، قضية النساء دول، وقال
فاطمة برعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. وفي إحدى الروايات الواردة عندنا لهذه القضية، في إحدى الروايات إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدعى أبو بكر وعمر للمسجد علشان يسمعوا الكلام ده، مما يدل على إن الكلام ده هم المقصودين بيه أصلا. في روايات نحن بقى اللي ذكرت القصه دي ان الامام علي عليه السلام وهو الكلام اصلا ملوش علاقه بيه، لكن بعد ما النبي قال الكلام ده على الفريه اللي افتراها هؤلاء المنافقين على الامام علي عليه السلام، الامام علي قام وقال ان هو عمره ما عزم على هذا الامر او فكر فيه ابدا. فالقضيه من اولها لاخرها هي ليها اصل ملوش علاقه بالقصه اللي عندهم، لكن بعض رواه النواصب المعادين لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام حرفوا القضيه وعلشان يوجهوا الغرض ان هم يوجهوا هذا المعنى الفاضح لابو بكر وعمر المسقط لديانتهم البكريه من اساسها، يوجهوه للامام علي والعياذ بالله، ويعني هيهات ان هم يقدروا يوصلوا لهدف المستحيل ده طبعا، لان القضيه واضحه البطلان وذكرنا روايات بتقول ايه عنها، وهي دي القصه الاصليه ان النساء المنافقات دول اذوا الزهراء حاولوا يؤذوها بهذا الكلام، فالنبي صلى الله عليه واله وسلم ندد بموقفهم ده وقال فاطمة برأة مني فمن أغضبها فقد أغضبني، والإمام علي عليه السلام أكد المعنى الواضح أصلا تأكيدا للمعنى، قال إن هو عمره ما فكر في إن هو يجوز على الزهراء عليه السلام. ده ثابت عندنا. روايات قصدي المواقع بقى بتاعت الوهابية بتاخد الرواية دي تقطع منها أجزاء كده، تقعد تقطع منها حتت تقطع منها حتت، تاخد الرواية دي تقعد تقطع منها حتت وتقدمها كأنها بنفس المعنى بتاع مين؟ بتاعت بكرية اللي هي بتذكر ان الامام علي كان عايز يتجوز بنت ابو جهل فعلا. طبعا ده تدليس منهم، والمتصل ده يعني حمار زي الحمير اللي بيقعدوا ينقلوا الكلام المشتمل على التدليس والتحريف، وهو اصلا عمره ما فكر يتحقق من اي شيء بنفسه، لان هو بينقل عن ناس كذابين، يعني هو ما وصلش لمرحله ان هو يكذب بنفسه، عشان دي محتاجه شويه يعني اطلاع، لكن هو يعني بينقل عن ناس كذابين وخلاص ويتداولوا الكذب، يعني يقعدوا يتداولوه للابد لغايه ما ربنا ياخدهم ويوم جهنم. ومهدي ان البكريه من كان قابل الهدايه من كان في نفسه ذره من خير ويهلك من كان غير قابل للهدايه. نعم. اتفضل يا اخ فايز كمل. السؤال الثاني يقول انه في روايه في الامالي تقول أنه علي بن أبي طالب خرج نحو العالية حينما هجموا على الدار وترك القوم يهجمون على بيته براحتهم، يعني يا فايز هو روايات وبينة كل الروايات اللي ذكرت القضية دي بتذكر أن القوم يعني روايات اللي بتفصيل هجوم الزهراء عليها السلام أن القوم هو فكرة هو ذكر أن الزبير في بيت على السلام اللي ذكروا الله في كتاب الآلي وانه او احد كتبه انا مش متذكر دلوقتي انه الزبير كان من المعتصمين في دار امير المؤمنين عليه السلام ممتنعين عن مبايعة عمر. فيش في مصادر ان الامام علي خرج من الدار ومش ده نقض استاذ عمرو. صوتك يقطع، صوتك يقطع. كنترول لو تعودوا الاتصال بي مره ثانيه. واضح الصوت؟ لا الصوت يقطع. عاود الاتصال معه. انا بص يا استاذ، الروايه دي موجوده في الامالي نعم بالفعل، وايضا موجوده في كتاب غايه المرام للسيد هاشم البحراني الجزء الخامس صفحه 334. هي تقول الروايه زي ما نشوف يا اخواننا في اخراج امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام لبيعه ابي بكر مكرها ملببا واراده حرق بيت فاطمه عليه السلام عند امتناعه من البيعه واراده قتله عليه السلام من طريق الخاصه، وفيه سته احاديث. الاولى الشيخ المفيد في اماله قال: قال ابو بكر احمد بن منصور الرمادي، دي في كتبنا احنا، أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني أبي ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن مروان بن عثمان قال لما بايع الناس، يعني هل هذا نص من معصوم؟ مروان بن عثمان قال
شخص من الشيعة قال لما بايع الناس دي، يعني مش رواية عن معصوم أو دي أولا، لما بايع الناس أبا بكر دخل علي عليه السلام والزبير والمقداد بيت فاطمة وأبوا أن يخرجوا، فقال عمر أضرموا عليهم البيت نارا، فخرج البيت يعني لسه ما لم يحرقوا النار، فخرج الزبير ومعه سيف، فقال أبو بكر لعنه الله عليكم بالكلب، فقصدوا نحوه فزلت قدماه وسقط إلى الأرض ووقع السيف من يده، فقال أبو بكر اضربوا به الحجر، فضرب سيفه بالحجر حتى انكسر. طيب دي الحملة الأولى. طبعا هنا في فاصل، هم أخذوه وجعلوه يبايع مكرها. طيب في هذه الأثناء وخرج علي بن أبي طالب نحو العالية فلقيه ثابت بن قيس بن شماس، فقال ما شأنك يا أبا الحسن؟ فقال أرادوا أن يحرقوا علي بيتي، يعني لم يحرقوا عليه بيته، وأبو بكر على المنبر يبايع له لا يدفع عن ذلك ولا ينكر، أو لا يدفع عن ذلك ولا ينكر. فقال له ثابت والله لا تفارق كفي يدك حتى يدك أبدا حتى أقتل دونك. فانطلق جميعا حتى أتيا إلى المدينة، وإذا فاطمة عليه السلام واقفة على بابها وقد خلت دارها من أحد من القوم. ما فيش أي حد، يعني لم يخزل علي بن أبي طالب الزهراء كما تزعمون يا جهلة. دي الرواية زي ما تشوفوها ليست عن معصوم أولا، عن أحد الشيعة. دي نقطة. النقطة الثانية، ده هو حصل كم عدة هجمات على بيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي عليه السلام. استاذ عمرو رجع مره ثانيه معاك اخ فايز. ايوه استاذ عمرو، احنا في بدايه كلامنا. نعم، في بدايه كلامي لو المشاهدين كانوا مركزين في كلام من بدايته، انا قلت ان الثابت عندنا في رواياتنا انه هؤلاء المنافقين لعنه الله عليهم هجموا اولا على دار الامام علي عليه السلام، يعني جم ناحيه البيت ونادوا الامام علي عليه السلام بصوت عالي وطلبوا منه الخروج لمبايعة أبو بكر، فالإمام علي عليه السلام خرج لهم، الإمام علي عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خرج لهم من الدار، فلما خرج لهم هم خافوا وجريوا ومش رجعوا لأبو بكر تاني. بعد كده أبو بكر بعتهم تاني الهجوم على دار الزهراء عليه السلام، فالزهراء صلوات الله وسلامه عليها وقفت ورا الباب وكلمتهم وقالت لهم إن هي تمنعهم عن دخول الدار، تحرج عليهم دخول الدار علشان تبين وتوضح عظم الجريمة في اقتحام الدار مع منعها ليهم من دخول الدار. فكسروا يعني اقتحموا الدار ودفعوا الباب عليها وعصروها بين الباب والحائط ونبت المسمار في صدرها الشريف وكسروا ضلعها واسقطوا جنينها وضربوها بالصوت وضربوها بالسيف في لحظه هجومهم على الدار، او في اللحظات دي وفي اللحظات اللي حصل فيها الجريمه دي كان الامام علي عليه السلام داخل الدار، فخرج من داخل الدار ومسك عمر وقعه على الارض وداس على وشه وعنقه زي ما الروايات بتذكر وتربى على صدره وقال له يا ابن صهاك لولا عهد عهده الي رسول الله علمت انك لا تدخل بيتي. تمام، ده الثابت عندنا في رواياتنا باختصار. طبعا هو هنا يعني بيجيب حته من هنا على الحلو مش فاهم طبعا، يعني هو اصلا انا اتحدى ان هو دلس هذا التدليس بنفسه، انا عارف ان هو نقل التدليس ده عن مدلسين تانيين لان دول ما بيتعبوش نفسهم في البحث عن المصادر اصلا علشان يدلسوا، حتى هما بينقلوا تدليس جاهز وخلاص. قلنا الكلام اللي هو ان الامام علي السلام خرج من الدار الى العاليه، يعني لما جم اول مره وطلبوا نادوا الامام علي السلام وطلبوا منه الخروج وابو بكر لعنه الله على العجل الله عليه، الامام علي السلام خرج لهم اول مره، الامام علي عليه السلام خرج لهم فهربوا ورجعوا لابو بكر. بعد كده رجعوا تاني واعتادوا على الزهراء عليه السلام بالضرب واسقطوا وكسروا ضلعها، فالامام علي السلام خد رد الفعل المباشر ده ضد عمر لعنه الله، لكنه لم يقل القوم التزاما بوصيه النبي صلى الله عليه واله وسلم كما ذكرنا. ده المعنى بمنتهى البساطه. فهنا دي اصلا القضيه دي مع النظر بقى لبقيه الروايات يتضح ان الامام علي لما خرج لهم اول مره هم هربوا كمان، يعني ده يؤكد جبن هذا الكلب عمر اللي لا يتشجع على الاعتداء الا على النساء فقط، لكن امام رجال هو جبان لعنه الله عليه
وعلى اتباعه المعاندين اللي عارفين فين الحق وبيجحدوا. فضل اخ فايز نكمل الاسئله ان شاء الله. السؤال الثالث يقول احمد، يقول انه الرسول صلى الله عليه واله قال انه فاطمه الزهراء عليه السلام هي اول اهل بيته او اول الناس لحوقا بي، فيقول هذا من تناقض ذات لا لا يقول يقول, يقول أول الناس، هو قال أنا كاتب عندي أول الناس لحوقا بي، فده يبقى من تناقضات الرافضة حينما تقول إن المحسن الشهيد عليه السلام هو أول الناس لحوقا برسول الله صلى الله عليه وآله. والله أخي فايز احنا بينا إنه يعني قضية المحسن عليه السلام، إن الزهراء عليها السلام كانت ليها ولد اسمه المحسن سقط، هذا الولد كان سقطا لم يولد، وإنه سقط هذا الجنين عليه السلام. هذا ورد في بعض مصادر المخالفين، وذكرنا بعضها في بداية كلامنا، ذكرنا بعضها في بداية كلامنا، وما فيش مانع إن احنا نذكر تاني ببعض هذه المصادر. ذكرنا إنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، وابن أبي الحديد من المعتزلة من البكرية، ذكر أن الزهراء عليه السلام كان لها جنين سقط هو المحسن الشهيد عليه السلام. فهذه القضية لم تنفرد بها روايات الشيعة، ده أولا. ثانيا قضية أن أول الكلام المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي أول أهل بيته لحوقا بها، أولا مفيش روايه بتقول ان الزهراء عليه السلام اول الناس لحوقا بالنبي، ده كلام فارغ. الروايات اللي وردت بهذا الخصوص بتقول ان الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي اول اهل بيت النبي لحوقا به، لحوقا بالنبي صلى الله عليه واله. الروايات بتنسب للنبي صلى الله عليه واله قوله المعروف المشهور للزهراء عليه السلام: انك اول اهل بيتي لحوقا بي. تمام؟ ماشي. ازاي بقى اذا كان المحسن الشهيد عليه السلام وهو من أهل البيت عليهم السلام، إزاي إذا كان هو رحل عن الدنيا ولحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سقط جنين عليه السلام قبل رحيل الزهراء عن الدنيا، يبقى إزاي يكون هذا الحديث منطبق على الواقع؟ الحمار اللي بيتكلم ده ما بيفهمش أي حاجة طبعا، لأنه أهل البيت زي ما قلنا قبل كده، أهل البيت عليهم الجواب على سؤاله التافه ده، إن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كلمة أهل البيت لها معنى اصطلاحي خاص، يعني أهل البيت المعصومين حجج الله على خلقه اللي هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الاثنى عشر عليهم الصلاة والسلام والصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، يعني الخمسة أهل النساء محمد وعلي وفاطمة الحسن والحسين والأئمة التسعة من ذرية الإمام حسين عليهم الصلاة والسلام، هم دول أهل البيت بمعنى أهل البيت المعصومين، أي حد غيرهم هو منهم، لو هو موالي ليهم على نحو من تبعني فإنه مني، ابتداء من ذريتهم وأولادهم ثم سائر الناس، وأي حد غيرهم هو غير هؤلاء المسلمين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام هو ليس منهم على نحو إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح حتى لو كان يقرب لهم. بينا المعنى ده قبل كده. فالمحسن الشهيد عليه السلام من أهل البيت على نحو من تبعني فإنه مني، لكن مش من أهل البيت المعصومين عليهم الصلاة والسلام. ولما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إن الزهراء حسب الرواية الواردة دي في عدة مصادر إن الزهراء عليه السلام هي أول أهل بيته لحوقا به، فهذا الكلام معناه إن الزهراء عليه السلام هي أول أهل بيت النبي المعصومين أهل البيت على الخلق واجب الطاعة النازلة فيهم آية التطهير، المعصومين عليهم الصلاه والسلام اول هؤلاء لحوقا بالنبي واول رحيلا عن الدنيا بعد النبي صلى الله عليه واله هي الزهراء عليها السلام. وده واقع طبعا، الزهراء ماتت استشهد صلى الله وسلامه عليها قبل استشهاد امير المؤمنين علي عليه السلام وقبل استشهاد الامام الحسن عليه السلام وقبل استشهاد الامام الحسين عليه السلام، ده واقع وبينا المعنى ده. اما المحسن الشهيد عليه السلام فهو من اهل البيت على نحو من تبعني فانه مني، مش من اهل البيت المعصومين حجج الله على الخلق، يعني زي السيدة زينب بنت الإمام علي والسيدة فاطمة وشقيقة الإمام الحسن والحسين عليهم السلام. السيدة زينب بنت النبي بنت محمد وعلي وفاطمة وأخت الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام هي أيضا من أهل البيت على نحو من تبعني فإنه مني، لكنها ليست من المعصومين الأربعة عشر أهل البيت بالمعنى الخاص عليهم الصلاة والسلام. وضحنا المعنى، أول أهل بيتي لحوقا بي يعني من المعصومين حجج
المعصومين ال14 عليهم الصلاه والسلام، بينا المعنى. ما هو الروايه موجوده عندهم، انا طلعتها يا استاذ عمرو، انا طلعت الروايه قبل شويه في بدايه البرنامج، من هم اهل بيت النبي صلى الله عليه واله الذي ذكرهم، يعني علي وفاطمه والحسن والحسين، ولم يذكر المحسن، بس هم عايزين يجيبوا اي كلام يقولوه يعني. بينا المعنى ووضحناه والحمد لله. نعم. طيب يا استاذ عمرو، السؤال اللي بعده يقول: ماذا ستفعل ان جاءك رجل وقتل زوجتك وثم يعني تدي له بنتك تجوزها له؟ ازاي ده ممكن؟ زي ما عامل علي بن ابي طالب عليه السلام، وهم حسب ما يزعموا زوج بنته ام كلثوم من عمر الخطاب. يا اخ فايز، قضيه زواج عمر بن الخطاب لعنة الله عليه من السيدة أم كلثوم بنت الإمام علي عليهما السلام، هذه القضية بمنتهى البساطة، هذه القضية عندهم في رواياتهم، كل روايات اللي بتذكر تفاصيل القضية دي كلها روايات ضعيفة حسب علم الحديث بتاعهم كلها، تمام، اللي بتذكر تفاصيل القضية دي عندهم هم، تمام. وبالنسبة لمتن الروايات دي والمضمون القضية دي المروي عندهم، فالمضمون ده بيقول، مضمون رواياتهم في الموضوع ده بيقول ان الامام علي عليه السلام بعت بنته ام كلثوم لعمر بن الخطاب لما اراد ان هو يتجوزها، بعتها له الاول قبل ما يتجوزها، فعمر كشف عن ساقها والعياذ بالله، وحط ايده على ساقها والعياذ بالله، فالسيده ام كلثوم رجعت للامام علي عليه السلام وقالت له: انك بعثتني الى شيخ سوء. فهذه روايات اصلا مسيئه لسيدهم عمر، يعني فوق ان هي ضعيفه هي كمان مسيئه لسيدهم عمر، لدرجه انه سبط بن الجوزي الحنفي المعروف طبعا من اكابر علمائهم في القرن السابع الهجري في كتابه تذكره الخواص، سبط بن الجوزي قال، بعد ما ذكر روايات زواج عمر من ام كلثوم، الروايات دي اللي عندهم، بعد ما ذكرها قال: هذا كله والله قبيح. وكان هنا بيدافع عن عمر، بيقول ان المعاني دي كلها مسيئه لعمر. فهذه الروايات، اولا الروايات اللي عندهم هي كل الروايات بتذكر التفاصيل القضيه عندهم ضعيفه، ده اولا. ثانيا هي روايات مسيئه لعمر، لانها تدل على ان عمر فاجر وانه شيخ سوء بشهاده السيده ام كلثوم عليها السلام حسب الروايات دي. اما الروايات اللي وردت عندنا احنا بقى، الروايات اللي وردت عندنا احنا الشيعه بخصوص هذه القضيه، فمضمونها باختصار ان عمر لعنه الله عليه اراد علشان يغطي على فضيحته بعدائه لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام، الفضيحه هتستمر لي وهتستمر معاه للابد، عشان يغطي على الفضيحه دي اراد ان هو يتزوج السيده ام كلثوم بنت الامام علي عليه السلام، فتقدم لخطبه السيده ام كلثوم فالامام علي عليه السلام رفضه، تقدم تاني مره الامام علي تاني مره رفضه، فهو ما جاتلوش الجراه ان هو يروح يهاجم الامام علي عليه السلام، راح للعباس بن عبد المطلب وهدده بتهديدات، منها ان هو يردم بئر زمزم، وان هو لا يترك فضيله لبني هاشم الا يطمسها، وتهديدات تدل على الكفر، يعني كفر عمر لعنه الله، وان هو يجيب شهود يشهدوا على الامام علي عليه السلام بالسرقه والعياذ بالله عشان يقطع ايده، ويجيب شهود يشهدوا على الامام علي عليه السلام بالزنا والعياذ بالله ويرجمه، وتهديدات من هذا النوع. راح هدد العباس بن عبد المطلب، ما جاتلوش الجرأة ان هو يروح للامام علي عليه السلام يهدد، فالعباس بن عبد المطلب راح للامام علي عليه السلام وتحايل عليه ان هو يوكل امر السيده ام كلثوم للعباس عشان يعمل عقد كده، مجرد عقد علشان يسكت عمر لعنه الله. فالامام علي عليه السلام تحت محايله العباس بن عبد المطلب اوكل امر السيده ام كلثوم للعباس بن عبد المطلب، فالعباس بن عبد المطلب عمل عقد كده، عقد مجرد عقد للسيده ام كلثوم على يعني لعمر على السيده ام كلثوم، عقد زواج، وبعد كده عمر لم يدخل بالسيده ام كلثوم عليها السلام. وروايات عندنا بتنفي دخول عمر بام كلثوم والامام الصادق عليه الصلاه والسلام، كما في الكافي لما سئل عن هذه القضيه استنكر هذا المعنى اللي بيتخيله بعض الجهله، وقال: ذلك فرج غصب منا، يعني ممكن منا احنا اهل البيت فرج يغصب، انتم متخيلين ان الامام علي عليه السلام مش هيقدر يدافع عن بنته؟ فهذا المعنى نفاه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، واستنكروا هذا المعنى تماما، عمر المعنى زواج عمر ام كلثوم، عمر لعنه الله علشان يبين خلاص الموضوع، عمر لعنه الله عشان يبين فضيحته
عشان قصدي يغطي على فضيحته، انا اسف عمر رضي الله، عشان يغطي على فضيحته بعدها والاهل البيت عليهم السلام وقتلوا الزهراء عليها السلام، وعشان يعمل حاجه تستخدم بعد كده في انكار هذه الحقائق. تقدم لخطبه السيد ام كلثوم فالامام علي عليه السلام رفضوا، فراح للعباس بن عبد المطلب هدده، العباس بن عبد المطلب اتحايل على الامام علي عليه السلام، فالامام علي اوكل امر السيد ام كلثوم للعباس بن عبد المطلب، فعمل عقد مجرد عقد كده، وبعد كده هلأ عمر ام كلثوم. وفي بعض الروايات عندنا انه الامام علي عليه السلام بعت له جنيه مكان السيدة ام كلثوم، وهلك عمر وهو ما جاش ناحيه الجنيه دي طبعا، ولا يعرف اصلا هي مين اصلا، يعني كان شاكك في امرها ان هي مش حسيه وما جاش ناحيتها دي. ده ملخص القضيه. طيب الامام علي عليه السلام ليه اوكل امر السيدة ام كلثوم للعباس بن عبد المطلب وسمح باجراء هذا العقد بس ده مع عمر لعنه الله عليه؟ الموضوع بمنتهى البساطه ان الامام علي عليه السلام كان في الموقف ده مخير بين ثلاث خيارات، يعني كان مخير بين ثلاث خيارات، اما ان هو صلوات الله وسلامه عليه يقوم بالسيف ويحارب القوم في وقت لسه العده للنبي صلى الله عليه واله وسلم حددها له اكتملتش، والظروف والشروط اللي النبي صلى الله عليه واله وسلم حددها له عشان يقوم بالسيف ويحارب ويثور لسه ما اكتملتش الظروف والشروط دي، فيكون بكده بيخالف وصيه النبي صلى الله عليه واله وسلم وبيتسبب في ضياع الاسلام. ده الاختيار الاولاني، يا اما ان الامام علي عليه السلام يسيب عمر لعنه الله يعمل ينفذ تهديداته دي ويعمل الجرائم دي ضد الاسلام زي ردم بئر الزم وطمس فضائل بني هاشم وغيرها من الجرائم اللي هتضر بالاسلام وبدعوه الاسلام. ده الاختيار الثاني، ان الامام علي السلام يسيب عمر ينفذ التهديدات دي. الاختيار الثالث ان الامام علي السلام يسمح باجراء عقد يخلص بيه عمر لعنه الله، وعمر لم يبقوا على مطالبه باكثر من ذلك، يعني عمر لما كان عارف ان المراه دي هي في الحقيقه جنيه مش انسيه، هو ما جاتلوش جرأه ان هو يروح تاني للامام علي يقول له انت بعت لي واحد بنتك ليه؟ هو ما جاتلوش جرأه على اكثر من كده. فسكت لغايه ما هلك لعنه الله عليه وفطس وغار راح جهنم لعنه الله عليه وراح الى نار البرد. طيب دي خلاصه القضيه، دي خلاصه القضيه. نعم. ويعني عشان نبين برضو انا في كلمه واحده كمان انه سيرة الأنبياء والأوصياء عليهم الصلاة والسلام هي سيرة متصلة، ونبي الله لوط على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في القرآن وواضح في القرآن الكريم أنه عرض على قومه المأبونين الشواذ جنسيا الزواج من بناته لأنه كان مضطر لده. فإذا كان لوط عليه السلام وهو نبي معصوم محدش بنكر عصمته عليه الصلاة والسلام عرض على قومه المأبونين الشواذ جنسيا ان هم يتجوزوا من بناته لانه كان مضطر لده في موقف معين، فازاي ينكر على الامام علي عليه السلام هذا المعنى وهو معنى حتى مختلف؟ علي لم يعرض على عمر الزواج من بنته ولا تجوزها له، هو كل حكايه ان هو سمح للعباس بن عبد المطلب باداء عقد وما حصلش بعد كده جواز ولا اي حاجه. طيب عندنا اخت شيماء من الاسكندريه، السلام عليكم شيماء. استنت كتير. انا ساره مش شيماء. مين؟ انا ساره. ساره من اسكندريه، السلام عليكم. ساره من مصر. من القاهره، استعتذر. طيب ماشي شكرا، تفضلي. ممكن مش تعطاني خالص لو سمحت؟ بس باختصار عشان في اتصالات كتيره قوي. انا نعم. هرد على كبات يطرحها الأستاذ بسرعة. ماشي تفضلي. أول حاجة بالنسبة لقصة الجنية دي قصة أنا على حد ما أني بسمع، قلت لكم بسمع قناة ياسر حبيب، قال إن القصة يعني مش واقعية، فإزاي يعني واحد من عندي في القناة يقول حاجة غير قالها ياسر حبيب؟ دي أول حاجة. ماشي. ثاني حاجة إن قصة كسر الدرع دي عند أهل السنة غير محترف بها، مهما أنتوا تجيبوا أدلة احنا مش محترفين به. ماشي. زي مثلا النصارى لما بيؤمنوا بالتثليث ما عايزين مثلا يثبتوا عقيدتهم هيقولوا ان اهل المسلمين عندهم قوله تعالى نحن خلقناك، فهيقول نحن يدل على قضيه التثليث.
طبعا احنا مش هنعتقد باعتقاد النصارى على حد تعبيرهم او تفسيرهم للقران الكريم، احنا عندنا تفسيرنا ونكتفي به. فهو نفس بالنسبه لي اللي انا بقول لكم ان احنا اهل السنه عندنا تفسيرنا ملتزمين به. بالنسبه للاحاديث اللي هو بيجيبها احاديث باطله، حتى لو هو قال انها صحيحه مش هو يعني هو مش اعلم من علماني. ثالث حاجه بالنسبه لابو الحديد بيقول معتزلي، اول حاجه المعتزلي يختلفوا تماما عن مذهب اهل السنه، فده سبحان يعني أنا سبحان الله ده كذب من عنده. مرة ثانية يا سارة أبو الحديد ده معتزلي أي حديث معتزلي حاضر. أي حديث معتزلي أبو الحديد ابن أبو الحديد وأهل السنة مذهبهم أهل السنة والجماعة يختلف تماما عن إيه عن المعتزلة، فالمعتزلة يعني مخالفين علينا زي واحتجبين على الناس مخالفين علينا. وثالث حاجة إن سيدنا قصة المحسن، سيدنا المحسن ده توفي في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله المرة هجيب لكم الأدلة. ثاني حاجة زواج السيدة أم كلثوم من سيدنا عمر بن الخطاب، إن شاء الله المرة الجاية هجيب لكم الأدلة من كتبكم مش من طيب. كتبني. طيب أنت المرة الجاية لما تجيب الأدلة بتصلي بينا. أشكرك جدا يا أختي يا سارة، أشكرك جدا. طيب نعم يا أستاذ عمرو أنا مستغرب يعني هي ما عندهاش أي سؤال، هي تقول مثلا تقول بالنسبة لقصة الجنية هي القصة ليست واقعية، وإزاي أنت بتروي القصة ديت، هي مش عاجباها طيب القصة ديت. والله أنا مش عارف إيه الغريب في القصة دي، يعني دلوقتي الأنبياء والأولياء عليهم السلام كان ربنا سبحانه وتعالى بيسخر ليهم الجن، ايه الغريب يعني في ان الامام علي عليه السلام يتمكن من تسخير الجنية في القيام بمهمه معينه؟ هل في ده حاجه غريبه؟ يا ما هو يا عمرو ممكن تكون الجنية دي بنت الجن اللي صار عمر يعني. بالظبط، مثلا يعني مثلا ومعندهم قصص كتير غريبه في الامور دي. الواحد زي عمر ما ينفعش يبقى عمر وامثاله يعني ما ينفعش اصلا يبقى لهم كرامات لانهم اعداء لله، فما بالك بقى اهل بيت عليهم الصلاه والسلام ازاي حد يستغرب الكرامات ليهم؟ ده باختصار يعني. واحنا قلنا ان القضيه دي ده مختصرها، وده يعني اخر كلام ممكن يتقال فيها لو اعتبرنا ان هي حصلت فعلا بالروايات اللي وردت عندنا ليها، هي فعلا كلها روايات معتبره، يبقى هو ده معناها بمنتهى البساطه وبينا المعنى. السؤال اللي بعده عندنا اتصال من سراج الدين من القليوبيه، وبعدين السؤال. سراج الدين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيك يا استاذ سراج، اشتقنا لك. على اخونا الفاضل واستاذنا الكبير الله اسد بيت الله واسد ال البيت في مصر الاستاذ عام، كل الاحترام والتقدير. اللهم صل على محمد وال محمد وعبد الفرج، اللهم لعن ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه وحفصه ومعاويه ويزيد وسائر اعداء اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاً أحييكم يا سيد الفاضل لأنك أنت كشفت فضيحة بكري على الهواء. كان ناصبي بيغير اسمه لاسمه أحمد، وقبل كده فضيلة الأستاذ عمرو أستاذنا الكبير وحضرتك كشفتوا دجال الشرعية في الحلقة 126 حينما قال قصة قصص من طبرستان لا اسم ولا مصدر ولزقها في الامام علي صلى الله عليه وسلم. وان فاطمه الزهراء سلام الله عليها هتيجي تاخد القصاص من الامام الحسين، والله سبحانه وتعالى استقرا به الذات الالهيه هيخليه تحت القدس. دجل بيركز زي البنت اللي اتقتلت من شويه اللي بتاعت بول الابل دي ولا بول الحمير دي. ما تتعلمي يا شيخ الطبيخ احسن بدل الكلام الفاضي ده. سيد الفاضل كان في تطور على الامام علي صلى الله عليه وسلم من هذا الناصبي اللي حضرتك كشفت انت وفضلت الاستاذ عمرو. وعليه ان يعلم الذي علم الامام علي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي علم الامام الحسن والحسين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي علم الزهراء ام ابيها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله تعالى الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من الختان.
واعطى الحق سبحانه وتعالى مكانه للرسول صلى الله عليه وسلم، واعطى كذلك لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مقدار اهل البيت مش محتاج هذا النصيبي ويقول الحواديت بتاعت الف ليله وليله. الذي اعزهم الله هو عزيز، والامام علي عزيز، والحسن والحسين والصديقه الكبرى عزيز. قال تعالى في حقهم: قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، ثم نبتهل. اخذ النبي بيد الامام علي، ما خدش ابن سهاق ولا ابن هند، الامام علي والحسن والحسين وفاطمه صلى الله عليه وسلم خلفهم. سال اسقفهم فقالوا له: هذا ابن عمه وزوج ابنته فاطمه واولاده. فقال الاسقف: والله اني ارى وجوها لو سأل الله ان يزيل جبلا من مكانه لازاله، فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الارض نصراني الى يوم القيامه. وتصالح لا يكتمل وجود اسلام مطلقا الا بالايمان بالرسول وما اتى به الرسول. في غزوه تبوك حينما ذكر بعض المنافقين في المدينه نفاقهم للامام علي، سارع الامام الى الرسول. الرسول رد عليه: يا علي انت مني بمنزله هارون موسى. لماذا لم يقل هذا المختص هذا الكلام؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم ولي من ولاه وعد من عداه. لا يؤمن بك الله سبحانه وتعالى، لا يؤمن بوعدي الا مؤمن حقا. وكانوا يعرفوا بغض المنافقين بكرههم للامام علي. احنا مش هنستنى لما هذا النصيبي يجي يدجل وينصب وهو على الهوا وغير اسمه، لو كان عاوز اخش قلت ايه انت ايها النصيبي؟ استفدنا منك ايه؟ الرسول الاعظم وفضل فاطمه الزهراء وفضل الامام علي، الرسول الاعظم الذي يعلمكم الادب، ازاي ما ناخدش بسنه الرسول؟ ازاي ما ناخدش بحب الرسول لآل بيت؟ والرسول كان بيحب اكثر من الامام علي. ومين غسل الرسول؟ ومين مات مكان الرسول الاعظم؟ حينما الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قال الرسول الاعظم: يا جبريل نفسي قد نعيت. قال جبريل: ولا الاخره خير لك من الاولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. امر الرسول بلال للصلاه جامعه وخطب وقال: من له مظلمه مني فليقم فليقتص مني. فلم يقم احد ولدى الثانيه اذ قام شيخ كبير يقول له عطاشه بين يدي الرسول. قال: كنت في احد غزاه فلما فتح الله علينا ونصر نبي حازت ناقتي ناقتك ووقفت لاقبل الفخذه فضربت القديم في خاصرتي فلا ادري عمدا ام ضربته. فامر الرسول لبلال ان يذهب الى الصديقه الكبرى ليحضر القديم ليقتص من نفسه. وكان بلال يضرب على راسه الرسول يقتص من نفسه. فقالت فاطمه: من تطيب نفسه؟ يا بلال اذهب الى الحسن والحسين فقل ان يقتص من نفسه ما بدا الرسول الله. هذه اخلاق النبوه، مش هنحتاج هذا الناصبي انه يتكلم ويقل ادبه على الامام علي وال البيت. ده انت لو في لاعب كوره وبيتعمل له فيديو وبيقدسوه مش هتقعد تعمل، ما تدري يا اخي زكريا بطرس ما كان بيكلم الجمعه اللي فاتت. نعم. شاكر العرقور بتاعك ده. نعم. وسلامنا لصوت العترة ونقول اشكرك جدا يا استاذ، اشكرك جدا يا استاذ سراج الدين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نكمل الاجابات على الاسئله. يقول انه هي قالت انه قصه كسر الضلع نحن لا نعترف بها، ازاي النصارى الذين يؤمنون بالتثليث وبعدين ياتوا بالقران يقولوا ايات من القران تقول نحن خلقناكم؟ مش عارفه انا الست دي تجيب الكلام ده ازاي. اخ فايز. نعم. اخ فايز. والله انا مش عايز اضحك بس عشان انا يمنعنا عن الضحك مصيبه وذكرى استشهاد الزهراء عليها السلام وعزاء الزهراء عليها السلام، فانا مش عايز اضحك على الكلام ده لهذا السبب بس. هي هذه الاخت ساره ربنا يهديها رب، والله انا بها يعني لانها يعني اختي في الانسانيه، فاسال الله لها الهدايه. احنا قلنا ووضحنا، قلنا ووضحنا باختصار انه
البكرية ثبت عندهم في روايات قضايا عندهم وباعترافهم هم أن الزهراء عليها السلام ماتت غاضبة على أبي بكر، وده يكفي لتسقيط حرمة أبي بكر ولإبطال مذهب البكرية من أساسه. أستاذ عمرو؟ نعم. أيوة سمك. أيوة. صوت واضح؟ تمام. أيوة واضح. نعم. إنه ثابت عند البكرية في روايات صحيحة قضايا عندهم هم بيعترفوا بهذه القضية إن الزهراء عليها السلام ماتت غاضبة على أبي بكر، وهذا كافي زي ما قلنا، هذا كافي لتسقيط حرمة أبي بكر وإبطال المذهب البكري والديانة البكرية من أساسها. زيادة على كده بخصوص استشهاد الزهراء عليها السلام، جزء من قضية استشهاد الزهراء عليها السلام ثبت عندهم في أحاديث صحيحة حسب علم الحديث بتاعهم، وهم بيعترفوا بهذا الجزء من القضية وبيحاولوا يبرروه. اللي هو إيه الجزء ده؟ اللي هو إن عمر وأنصاره لعنهم الله جمعوا الحطب حول دار الزهراء وهددوا بإحراق الدار لمحاولة إكراه الإمام علي عليه السلام على مباية أبو بكر لعنه الله. لغاية هنا الجزء ده من القضية ثابت عندهم في أحاديث صحيحة، روايات صحيحة عندهم، منها اللي رواه الطبري بسند صحيح في تاريخ الطبري، ومنها اللي رواه ابن أبي شيبة في المصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح، ومنها اللي رواه البلاذري في أنساب الأشراف بسند صحيح، وفي روايات صحيحة عندهم ثابت القضية وهم بيعترفوا بيها، لكن بيحاولوا يبرروها زي ما ذكرنا. تمام. أما بقية التفاصيل، تفاصيل الجريمة الزيادة على كده اللي هي كسر ضلع الزهراء وإسقاط جنينها صلوات الله وسلامه عليها، فوردت عندهم في بعض مصادرهم، وأنا ذكرت واحد من هذه المصادر اللي هو شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، وابن أبي الحديد معتزلي والمعتزلة هم من البكرية، صحيح هم يختلفوا عن الأشاعرة لكن هم برضو من البكرية، وهم الأشاعرة والوهابية حتى بيعتمدوا في كتير جداً من الأصول عندهم، وفي كتير جدا من العقائد والأحكام عندهم بيعتمدوا على المعتزلة، فهم كلهم في الآخر ملة واحدة، الملة البكرية. ذكرت أنا القضية دي إن هي ليها مصادر عند البكرية اللي هي تفاصيل جريمة الهجوم على دار الزهراء بعد التهديد بإحراق الدار اللي هو كسر الضلع وإسقاط الجنين. ذكرت بعض المصادر اللي ذكرت هذه التفاصيل، منها شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، ومنها فرائد السمطين للحموين الشافعي، ومنها الملل والنحل للشهرستاني، ومنها الوافي بالوفيات للصفدي، ومنها تهذيب الكمال لجمال الدين المزي، وغيرها من المصادر عندهم ذكرت بقية التفاصيل بتاعة جريمة قتل الزهراء عليها السلام. لكن هم بيغلطوا في صحة الروايات دي وبيقولوا انها ضعيفة. تمام. فاحنا عايزين نصحح للأخت ان علماء البكرية ما بينكروش صحة تهديد عمر بإحراق دار الزهراء. لغاية هنا هم بيعترفوا بانه صحيح وبيحاولوا يبرروه، لكن بقية التفاصيل وردت عندهم في مصادرهم لكن هم بينكروا صحتها وبيغلطوا فيها. ده الموضوع باختصار. تمام. ذكر هي قالت ايه تاني بس فكرني؟ هي تقول انه الروايات اللي تجمتها هي باطلة، ولان عشان انت مين يا استاذ عمرو؟ هي انت مش زي علمائهم، وهم علمائهم ما انكروش صحة تهديد عمر بإحراق الزهراء، هم ما انكروش صحة هذه الحقيقة وحاولوا يبرروها، وذكرنا نموذج من هذا التبرير او المحاوله للتبرير كلام ابن تيميه اللي هو بيدل على كفر ابن تيميه لعنه الله عليه. هم ما منكروش الحقيقه دي، ويعني لو هي ما تعرفش كل الكلام ده كفايه ان هي تعرف اللي في صحيح البخاري وصحيح مسلم ان السيده فاطمه الزهراء عليها السلام ماتت غاضبه على ابو بكر، واوصت ان هي تدفن سرا وليلا علشان ابو بكر ما يحضرش جنازتها. مضمون روايه عن عائشه كده في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، الروايه موجوده برضه. طيب ده ما يكفيش لاثبات نفاق ابو بكر، ده مش كفايه لاثبات نفاق ابو بكر وتسقيط عدالته، والنبي صلى الله عليه واله وسلم بيقول زي ما في مستدرك الحاكم والحاكم في المستدرك علق بهذا الحديث، علق على هذا الحديث بانه صحيح قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله يرضى بغضب فاطمه ويرضى لرضاها. تمام. وضحنا المعنى وبيناه ان ده لوحده، كون الزهراء ماتت غاضبه على ابو بكر وعمر لوحده يكفي لاسقاط حرمتهم و
وتسقيط الشخصيتين دول وإسقاط عدالتهم والدلالة على بطلان الملة البكرية من أساسها. نعم. الواحد كفاية مش محتاجين أكثر منه. هي بتقول أنه فبالك بقى بأن في حاجات كتير. نعم. حاجات كتير زيادة على كده، بس إحنا يعني بنقول حتى لو هم مش فاهمين إلا ده كفاية ده عشان يكفروا بأبوكر عمر لعنة الله عليه. طيب. هي بتقول انه ابن ابو الحديد معتزلي، هو مش من البكريه اللي سمتهم سنه. ما احنا ذكرنا انه المعتزله من البكريه، البكريه منذ القدم كانوا منقسمين في العقيده الى اشاعره ومعتزله، لكن في الاخر كلهم مله واحده، هؤلاء وهؤلاء كلهم بكريه، والاشاعره والوهابية حتى بعد كده اللي هو مذهب مبتدع ابتدعوا ابن تيمية وابتدعوا ابن الوهاب، دول برضو بيعتمدوا في بعض أصولهم على المعتزلة. في الآخر مفيش انفصال بينهم وبين المعتزلة، مفيش انفصال بينهم وبين المعتزلة، والخلاف بينهم ملوش علاقة بقضايا الصحابة والأمور دي خالص يعني. طيب المعتزلة حجة على البكرية أيضا. طيب هي بتقول انه تجاوبت على هذا السؤال، بتقول ان المحسن الشهيد عليه السلام هو توفي في ايام استشهاد في قبل استشهاد رسول الله صلى الله عليه واله. احنا جاوبنا على النقطه دي وذكرنا بعض مصادرهم اللي ذكرت ان المحسن عليه السلام كان سقطا، وانه ما كانش ما اتولدش ولا حاجه، تمام، ما اتولدش ولاده طبيعيه يعني، ذكرنا دي. نعم. تفضل. طيب. سألت أسئلة ثانية. نعم. تانية. عندنا اتصال من المتشيع عبد الله من اسكندرية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ فايز؟ الله يخليك. سلامي للأستاذ عمرو عبد الله اللي هو يعني تكفو بغصانة والله العظيم. احنا بقى أنا بعزك معزة في الله. ما عندكش فكرة قد إيه، وببعت لك سلام على طول مع الأستاذ جمال المحامي من القاهرة. فهمني أنت فعلا يعني فخر لينا في مصر كلها أستاذ عمر، وأنا بتشرف بمعرفتك وبعزك معزة فوق الوصف يعني إن شاء الله بإذن الله. وأنت دايما كيدهم إن شاء الله أنت والأستاذ فايز، ودايما إن شاء الله بإذن الله يعني هنهدم يعني التماثيل بتاعتهم ابو بكر وعمر الملاعين ان شاء الله باذن الله. وبكلم الاستاذ احمد اللي سمى نفسه احمد ما اعرفش اسمه ايه، بقول له كفاك تدليس يا اخي فهمني. هل الرسول صلى الله عليه واله وسلم الذي لا ينطق على الهوى ده وحي يوحى هيقول هيعرض القران؟ انت بتقول قال ايه الحديث بتاع فاطمه بضعه مني نزلت عشان سيدنا علي أمير المؤمنين عليه السلام كان عايز يتجوز من بنت أبو جهل. يعني هل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هيعرض القرآن؟ يا أخي كفاكم تدليس. أول لما اتكلمت دلست، قلت أنتوا بتقطعوا عليا. القناة جايبالك خط فودافون بمليم بتتكلم الدقيقة بمليم فإني. اتنين غيرت اسمك. تلاتة دلست. أربعة اتكلمت يعني أنت طعنت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كفاك يا أخي نصب وكفاك كذب وكفاك تدليس فهمني. لحد أنت هتدلس يا أخي؟ فوق أفيقوا من الغيبوبة اللي أنتوا فيها فهمني. أفيقوا اقروا كتابكم. فأنتوا مغيبين ليه كده؟ أنا والله ما عارف أنتوا هتوصلوا لحد فين مع أبو بكر وعمر وعثمان الملاعين دولة. هتتلعنوا معاهم وهتخشوا في النار جهنم معاهم. فإن شاء الله بإذن الله أستاذ فايز يعني أنا مش عارف الناس ديت يعني هتفوق إمتى والله العظيم. ثلاثة ربنا يهديهم، ربنا يهديهم إن شاء الله. أشكرك جدا على اتصالك يا أستاذ. الله يكرمك. سلام يا أستاذ عمرو. وسلامك واصلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ عمرو فضل سؤال يعني أنا عشان نهاية البرنامج خمس دقائق كمان، إحنا فضل عندنا سؤال وهو قضية عمر والخمرة. إنه هو سأل إنه عمر كان هو من البداية كان ما بيشربش الخمرة، ولكن كان يلح على الله عز وجل كده يقول له يا ربنا احنا عاوز تبين للناس دول بيانا شافيا في الخمرة. ايه ردك على الكلام ده؟
والله يا اخ فايز احنا بينا قبل كده ان الخمر لم تحرم بالتدريج، وانما الخمر حرمت منذ بدايه او اظهر النبي صلى الله عليه واله وسلم تحريمها منذ بداية الدعوة للإسلام. بس هو لا هو يقول للأنبياء عليهم هو يقول السلام هو يقول حاجة تانية يا أستاذ عمرو. هو يقول عمر حرم الخمر على نفسه من أول آية، بس هو عشان غيره يفهم. ما احنا بنرد اهو يا أخ فايز. الخمر في شريعة النبي صلى الله عليه وآله وفي كل شرائع الأنبياء عليهم السلام كانت محرمة وأظهر تحريمها منذ بداية الدعوة للإسلام في كل رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما فكرة أو نظرية أو ادعاء أن الخمر حرمت بالتدريج، دي بدعة ابتدعها البكرية علشان يبرروا بيها ثبت عندهم من أن بعض الصحابة ورأسهم عمر لعنة الله عليه كانوا بيشربوا الخمر حتى بعد الهجرة، فحاولوا يبرروا ده بأن هم يقولوا أن الخمر حرمت بالتدريج علشان يبقى فعلهم ده مقبول. ده خلاص الموضوع. أما قول الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فدم ملوش أي دلالة على أن الخمر حلال. ده حكم من أحكام الصلاة، ده حكم من أحكام الصلاة. الله سبحانه وتعالى بيعرف المسلمين ما تكون أنت والعياذ بالله سكران، لو خلى المعنى على المتبادر منه، لو أنت والعياذ بالله سكران مش ناحية الصلاة، ده لحرمة الصلاة. زي ما الإنسان ممكن يكون في حالة سيئة بسبب معصية هو عملها والعياذ بالله، ما ينفعش هو في الحالة دي يأتي الصلاة، لازم يغتسل لو هو زنى مثلا والعياذ بالله. هل تحريم الصلاة في حالة الجنابة من الحرام أو حتى من الحلال ده معناه أن الحرام أن الزنا مثلا حلال؟ لا طبعا، ملوش علاقة. فده حكم من أحكام الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ده حكم من أحكام الصلاة. لا تجوز الصلاة إلا في حالة الإفاقة، أما في حالة السكر فلا تجوز الصلاة. واللي ثبت عندنا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بمعنى الآية دي إنه السكر هنا هو النعاس الشديد. اللي ثبت عندنا في الأحاديث عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إن السكر في الآية دي معناه النعاس الشديد، يعني حكم من أحكام الصلاة الإنسان وهو في حالة نعاس شديد ما يصليش، لكن يفوق الأول يفوق نفسه بعد كده يصلي. دي حكم من أحكام الصلاة. لا يعني هذا أن الخمر حلال، ولا يمكن لأي إنسان أن هو لما يتأمل في معنى الآية دي يفهم منها أن الخمر حلال. أما قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهذا صريح في أن الخمر والميسر حرام، واضح. قل فيهما إثم كبير، طب الإثم ده حلال ولا حرام؟ يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش أظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. والإثم والبغي بغير الحق، فالإثم حرام. قل إنما حرم رب، فالإثم حرام. والله سبحانه وتعالى يقول قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فده دليل واضح من القرآن على تحريم الخمر بلفظ التحريم، ومن البداية هي كانت حرام. وضحنا المعنى ده وبيناه 100%. تمام. نعم. طبعا أنا قبل ما يعني لو حضرتك بس هتسألني سؤال تاني أو حاجة، بس أنا قبل ما أنهي لازم أتوجه يعني بالتحية والتقدير للأخ سراج الدين والأخ عبد الله إخواتي في الله وفي ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأسأل الله أن يثبتهم على ولاية أهل البيت عليهم السلام وعلى البراءة من أعدائهم وعلى معرفة الله وتوحيده وحبه وحب أوليائه وبغض أعدائه، وأن يجعلهم من خيار جنود الإمام الحج عز الله فرج الشريف. أنا بقول للأخ هشام، تقريبا كان اسمه هشام اللي اتصل بي، والأخت سارة والله أنتوا إخواتي في الإنسانية، أنا بحبكوا لأنكوا إخواتي في الإنسانية، وأتمنى ليكوا الهداية وأتمنى ليكوا معرفة الحق، وربنا يهديكم يا رب انتوا كل اللي زيكم اللي مش مدركين فين الحق ان شاء الله. أما ناصب اللي اسمه احمد محبوب ده، فانا بقول له يعني ايه ان شاء الله باذن الله قريب تاخد بالجزمه على دماغك، لانك ناصب حصل منك قبل كده سب لائمه اهل بيت عليهم الصلاه والسلام، وانا سمعت بنفسي سب منه لاهل بيت عليهم الصلاه والسلام، لعنه الله يعني. طيب في اسئله تانية كان سالها اي حد من المتصلين غير الاسئله دي؟
لا 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 ده هي الأسئلة خلصت إن شاء الله، الأسئلة خلصت إن شاء الله. طيب أنا أشكرك جدا يا أستاذ عمرو على قبولك الاستضافة في البرنامج، أشكرك جدا، وكمان أشكر السادة المتابعين على حسن المتابعة، السادة المشاهدين كلهم، وأشكر المتصلين، وأعتذر لكل متصل اتصل ويعني لم يحالفه الحظ من أجل المشاركة في البرنامج ده. احنا هنكون معكم إن شاء الله إن أراد الله عز وجل بكرة الساعة 10 حسب توقيت القاهرة، فإلى ذلك الحين استودعكم الله من هنا من أرض فدك الصغرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.